نحن اليوم مع السائر الثوري المناضل الأستاذ محمد مأمون الحمص، نائب مستقل وسجين سياسي ومن ضمن المضطهدين في سوريا. فنحن اليوم نسمع منه آخر معطيات أو آخر المجازر التي تحدث على أرض سوريا. تفضل. بداية شكرا لكم، يشرفني أن أجلس اليوم مع شباب الثورة، مع أبطال مصر، بيتنا الأول، ونتمنى أن تعود مصر إلى رونقها وتكون هي الأب والراعي لكل الوطن العربي ومنارة لكل العالم. نحن في سوريا هذا الشعب المعذب مضى ما يقارب 7 شهور على حرب إبادة شنيعة لم يرى مثلها التاريخ. النساء تقتل، الأطفال تقطع، الأعراض تنتهك، الشباب يقتلون، المساجد تهدم، الكنائس تهدم، المقدسات يعتدى عليها، صفوة علماء المسلمين يضربون، هناك حرب إبادة فظيعة جدا. ممنوع دخول الإعلام، ممنوع تغطية الإعلام، لم يحصل هذا الشيء بالعالم أن يمنع الإعلام أن يدخل ويرى ماذا يجري. هناك وحوش من آل الأسد والشبيحة والمرتزقة الذين يقتلون هذا الشعب البريء، ويصر شباب سوريا بعد أن رأوا بطولات إخوتهم في مصر وتونس وليبيا واليمن يصرون على بلوغ الحرية مهما كان الثمن. نحن اليوم أتينا إلى القاهرة من أجل أن نتعاون ضمن هذه العواطف النبيلة من الشعب المصري، من أجل أن نتعاون لترجمة هذا الحب وهذا الحنان عند أهلنا وأشقائنا في مصر. بالفترة السابقة ومن المؤلم هذا الحب وهذه العواطف إما تأخرت بسبب خلط الإعلام والتشويه للحقيقة، وإما بسبب الظروف التي مرت على مصر. لكن اليوم هناك يعني 3000 دبابة يفتكون في المدنيين العزل في كل المحافظات، إبادة وحشية مجرمة يعني يصعب وصفها. سيرى العالم إن شاء الله، سيكون النصر قريب، لكن سيرى العالم مأساة كبيرة، إجرام كبير. سيشعر كل مواطن عربي ومسلم أنه تأخر عن القيام بواجبه اتجاه أهله. الشعب السوري هناك سؤال يتردد عند كل شباب السوري، ماذا فعل الشعب السوري للوطن العربي؟ لماذا تخلى الأخوة العرب عن هذا الشعب؟ هذا سؤال اللي كنت سوف أسأله لحضرتك، يعني هل ترى الشعوب العربية موقفها يعني إيه موقفها من الشعب السوري؟ يعني تجاهل، يعني تعاطف مع الشعب السوري، ترى إيه؟ أنا عايز أعرف انطباع الشعب السوري تجاه الشعوب العربية. يعني بالحقيقة الشعب السوري صاحب مصيبة كبيرة، وأكيد عنده اللوم والعتب. نعم. لكن نحن لما جينا على مصر وشفنا عواطف نبيلة من الشعب، أكيد نتمنى من خلال هذه العواطف النبيلة، واليوم شباب مصر
بعمالها بطلابها بكادحينا بفلاحينا بمعلمينا بكل المثقفين، أن يكون هناك هبة لنصرة هذا الشعب حين مصر تقول لا سيرضخ العالم كله أمام رجولة شباب مصر. نتمنى أن يأتي نصرة السوريين من أرض مصر. هل لو سقط النظام السوري كما زعم زعيمه المعتدي على الشعب السوري، في حالة سقط نظامه سوف تعوم البلاد الفوضى وتبقى حرب أهلية؟ النظام هو بيختلف عن كل الأنظمة. النظام هو شر على الأمة العربية وعلى المسلمين. سياسته سياسة الإرهاب، الأجندة أجندة الإرهاب، تخبأ خلف شعار المقاومة والممانعة. بأقرب شاهد منذ يومين رئيس وزراء إسرائيل نتنياهو تهجم على كل الدول العربية وعلى كل الأنظمة العربية ما عدا بشار الأسد. فإسرائيل تصلي من أجل بقاء بشار الأسد. صمت العالم 7 شهور دون اتخاذ أي قرار يدل على قوة هذا النظام عند إسرائيل. تصور حتى العقوبات المخجلة المخزية التي اتخذها العالم خرقها باستضافة وليد معلم، الآن يتجول في الغرب وكأنه شيئا لم يكن. حضرتك ترى الدور التركي تجاه الثورة السورية، هل هذا الدور كافي أم تريد المزيد من هذا الدور؟ يعني أنا بالنسبة لي بعد هالشهور المؤلمة صار عندي نداء واحد: طالما الأمم المتحدة أغلقت أبوابها، طالما الأتراك محرجين بهذا الملف وبهذه القضية، والشباب السوري يهتف بكل المحافظات هتاف وبيأكدوا أنه ما عاد لنا غير الله. فتركيا لم توفق بهذا ونحن الآن نطلب من العرب، نطلب من الشارع العربي، نطلب من الشباب العربي، نطلب من علماء العرب أن يتحركوا. وكنا بالأمس بالأزهر الشريف وبدأت خطوات طيبة. نتمنى أن نصحو لهذه الإبادة التي لم يقبلها المسلمين والعرب حتى آخر بقاع الدنيا، فكيف يقبلوها على مدينة أو بلد أوصف بها النبي صلى الله عليه وسلم وقال: الشام كنانتي، من أراد لها بسوء ضربته بسهم منها. أيدرك المسلمون ماذا يحصل؟